بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وبه نستعين ومنه دائما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. مشاهدينا متابعينا الكرام، أحييكم بأجمل تحية من هنا من أرضية هذا الميدان، ميدان الدستور، أحد أفرع وأذرع المرموم بدانة الدنيا دبي، في صباح هذا اليوم السبت السادس من أغسطس لسنة 2022. وهذه الشارة والمكرمة، مكرمة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ودعمه المستمر لهذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد. شوطنا الأول الرئيسي وهو الشوط الخاص بالفطامين البكار لمسافة الكيلو ونصف الكيلو، نسير بالصدارة، نتابع البداية. وأرهني اللي قادت المجموعة بشعر سالم بسعيد بن مصبح المخمري تليها مع المركز الثاني، نتابع الغزيل لسليمان بن سيب الراشد الرشيدي، وعلى مستوى المركز الثالث دمعة لماهر بن مصبح من خلفان الرشيدي، نتابع المركز الرابع، نتابع القادمة في هذه اللحظات. ولكن حضور الحاضرة 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 بكل قوة مع هذا الانطلاق والتحديات القادمة. التسلل التسلل مشاهدينا متابعينا الكرام مع دمعة مع المركز الثاني لماهر مصبح بخلفان الرشيدي، وهالي ساحل الباطنة يسيطرون على المقدمة مع تحديات حضور مع انطلاق الدمعة. ولكن حضور حاضر حاضرة حاضرة بكل قوة، أول الأشواط، أول التحديات، أول الانطلاقات الصباحية. والسلامات والسلامات تتجه مع أهالي أيضا ساحل الباطنة. سلام سلام للمخمر، السلام، أسعدت صباحا يا أهالي السويق مع هذا الأداء المتميز وحضور اللي حضرت وغطت على كل الحضور. في أول الأشواط تهانينا باللسان بسعيد مصبح المخمري المركز الثاني لماهر مصبح الرهيدي المركز الثالث، جاءت أيضا للسيف لسليمان بن سيب الراشد المخمري. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة. دقيقتين ثمان ثواني هو التوقيت الزمني. تهانينا لمالك حضور سالم بن سعيد بن مصبح المخمري، وسلام للسويق، سلام مع هذا الأداء المتميز، وسعدت صباحا يا هالي السلطنة على الأداء الجميل اللي قدمته حضور.